عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا الحلوة ديال الكعك. بالنسبة لهاد الحلوة فاحنا كنحتاجوا العجين الخاص بالحلويات ديالو، سنخلي لكم رابط ديالو في اسفل الفيديو. كذلك غادي نحتاجوا العقدة ديال اللوز حتى هي رانا تصيبتها معكم من قبل، غنخلي لكم الرابط ديالها حتى هي في خانة الوصف. إذن غادي ندوزو نشوفو كيفاش غنشكلو الكعك. إذا كناخدو العجين اللي حنا كنطلقوه في آخر نمرة عندنا في الآلة ديال اللي كنصيبو بها الرزيزة، كناخدو العقدة ديال اللوز كنبسطوها على هاد الشكل، كنوضعوها فوق العجين على هاد الشكل، كنهزو العجينة بحال هكا وكنقلبو بحال هكا صافي. وكناخدو الجرارة كنقطعو العجين في الاخر ديالو، ما كنخليوش الفائض، والعجينة ديالنا ديما كنغطيوها باش ما كتنشفش لينا. هنا كناخدو هذاك الحربول ديال اللوز والعجينة، كنبداو كنقادو فيه على هذا الشكل، حتى كنطولوه مزيان وكنبداو ندورو بحال هكا، وكنخليو هاد الفتحات هادو بحال هكا. هنا غادي نقص شويه من العجين، نخليو غير شويه ديال العجينه اللي غادي نسدو بها. نبدا ندور على هذا الشكل، وكنجيب هاد الفتحه اللي هنا العجين كنلصقها مع العجين، كنحل هذه اللي من هنا بحال هكا، وكنلصق العجين الاخر معها على هذا الشكل، وكناخذ اللوز كنلصقو مع اللوز، وكنفتح هذه بحال هكا، وكنجيب هذه كنسوديها مع هادي على هاد الشكل. صافي، وكنبداو نقادو في الدوره ديالو حتى كيتقاد. كناخذ المنقاش هنا كتشكلوه كيف ما بغيتو، يا اما كديروهم طوال اولا كديروهم بالشكل اللي انا غنصايب دابا، كان وحده هكذا وحده هكذا، وحده هكذا، وحده هكذا، كيف كتشوف هكذا 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 هكذا، باش كيجي شكل مائل على هذا الشكل. صافي، حتى كنكملو الدورة ديالنا هانتوما كيف كيجي. دابا ناخدو بالنسبة لهاد الفوقاني ديالو، يا اما كنخليوه سامبل اولا كناخدو البيض ديال البيض بحال هكا، كنغطسو الوجه ديالو فقط في البيض ديال البيض وكنجيبو اللوز كونكاسي كنوضعو بحال هكا، كنضغطو عليه من الفوق بشويه باش كيلصق لينا هذاك اللوز على هذا الشكل صافي. وكنقادوه من هنا من الفوق باليدين ديالنا بحال هكا. بحال هكا كيجي هادو اللي انا صيبت من قبل. بالنسبة لهاد الكعك فاحنا ضروري كنخليوه يبات ليلة كاملة، ما كنديرو له حتى شي حاجة، كنخليوه يبات حتى لغد ليه. عاد كناخدو البانسو كيف ما درت معاكم في كعب غزال، كنديرو شوية ديال البيض ديال البيض مع شوية ديال السكر كلاصي وكذلك شوية ديال الزيت، وكندهنو الجوانب ديالو. كناخدو واحد الإبرة ولا فنتة اللي كنكونو معمقمينها من قبل، كان
نتكوه من التحت واحد 3 ديال التكات، وكندخلوه يطيب في الفران اللي كتكون العافيه ديالو مهيله بزاف، وكذلك كنخليو الباب ديال الفران كيكون مفتوح واحد شويه باش كيكون بحال كنقص العافيه على داك الفران، ما كتحرقش لينا وما كطيبش لينا العجين، يعني ما كتجيش مقاصحه صافي. وكنخرجوه ونشوفوه ان شاء الله في الاخير ملي كيوجد لينا وكيطيب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الكيك ديالنا، من بعد ما طيبناه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليه، فهو كيجي محمر على هذا الشكل، كذلك كتجي العجين ديالو رطبه، كيبقى رطب، وحتى العقده كتكون معلكه من الداخل. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. ما تنساوش تدعموني في القناه والضغط على الزر الاحمر ابوني، وكذلك ديروا شير لا فيديو ولايك. نشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير بوصفه جديده، وكذلك فيديو اخر جديد. خليت لكم راحه والى الملتقى باذن الله.